نترك للشباب إبداء رأيهم مع تدريب على كيفية صياغة السياسة العامة. والمفاجأة كان أنه بأكثر هذه المناطق مع تعداد التجربة أنه واجهنا نفس المشاكل بغياب حتى مع مسؤولين مفهوم السياسة العامة. بدي أكد على الأربع نقط بعتقد اللي ذكرهم دكتور أزعور، اللي هن تشكيل إطار شامل ضمن خطة عمل متكامل. من ما طلع الكتاب بالتعاون يمكن مع مجلس النواب وبالتعاون مع البلديات والجامعات والجمعيات، أكيد لازم نروح لخطة عمل ورؤية متكاملة. تعميق البحث هذا الدور الأساسي اللي لازم نحن بالمنتدى عم نجرب على قدنا، لازم يكون هيدا هو الحافز لنكبر هيدا الموضوع بالتعاون كمان مع وزارة يمكن المالية وبعض الوزارات والجمعيات. بين الشمولية والتفصيل كمان جاوبت يعني الكتاب، لأنه هيدي صياغته، لأنه مشارك أكبر عدد من الأشخاص يمكن كان ب الدكتور إرم عنده ارتباط حاليا في نقاش حوالي ربع ساعة مع الخبراء، وإذا في أفكار جديدة تنعرض خلال هيدا الوقت لإلكن. سؤال، ما بتعتقدوا معالي الوزيرين العزيزين انه يجب ان نبدا بتحديد هويه لبنان الاقتصاديه حتى نقدر نوضع سلم اولويات لمشاكلنا الاقتصاديه والاجتماعيه المرتبطه بها؟ اعتقد ان السؤال تمام بمحله. انا رح كمل كمان بنفس السياق، انه نبقى بعيد عن اي تجاذب سياسي. او في الفضيحة الكبرى بلبنان اللي الثقافة الاقتصادية اللي نددت بها تمنع بتحول دون رؤية هذه الفضيحة، انه نحن عندنا ميزات تفاضلية كبيرة لا نستفيد منها. نحن اقتصادنا مبني على التبذير، ما له أول ما له آخر. الميزات التفاضلية اللي ذكرته، بالإضافة في التعدد البيولوجي، في يعني وقت ما نحن مقدمين على عالم راح يكون في نقص في الغذاء عالميا، في مشاكل اقتصادية، ونحن عندنا تربة خصبة وعندنا إمكانيات زراعية وغذائية ضخمة، وعندنا إمكانيات لبناء صناعة أدوية المبنية على العشب أو يعني هيدا كله مش مستغل. يعني هي إمكانيات متروكة عم بتروح هدر. أنا بتصور لازم نفرجي كمان للمسؤولين إنه هالهدر لا يمكن أن يتحمله لبنان، لا يمكن مع الحاجيات الموجودة والمعروفة. يعني وإنه قضية الهجرة بس الهجرة منه حل، الهجرة بالعكس، يعني الهجرة بتعمق مساوئ النمط التنموي المشوه اللي نحن ماشيين عليه، اللي هو نمط تنموي كما ذكرت بيركز نشاطات تجارية مالية سياحية بجبل لبنان أو بالعاصمة والمصايف، وبيترك بقية البلد. وقت ما خلينا بس بالسياحة، سياحة مهمة، شوفوا الإمكانيات الضخمة الموجودة بالبقاع، بالجنوب، بسور، بطرابلس. معقول بطرابلس لهلا في اوتيل واحد؟ ما بعرف اذا بصيدا في اوتيل. يعني في شيء سوريالي، يعني النموذج اللبناني انا بتصور بشكل يعني ارثوذكسيه اقتصاديه ليبراليه حقيقيه، فينا نفرجي قديش في تبذير بهالاقتصاد. ونتيجة التبذير لا في مي بشكل متواصل، لا في كهرباء بشكل متواصل، لا في نظام نقل مثل ما انتم حكيتوا بشكل كثير مضبوط. هيدا نتيجة نموذج تبذيري. بدنا سعادة النائب نفكر بطريقة اقتصادية ليبرالية محضة. طب هالميزات التفاضلية بجوز نتركها هيك بهالشكل تروح هدر ما نستغلها؟ بينما بنشوف هيدي العولمة ما بترحم. يعني
تنستفيد من العولمة بدنا اقتصاد متنوع ديناميكي، مش بس نتكل باستمرار انه والله الاثرياء العرب رح يعملوا استثمارات عقارية، او والله المغتربين بيبعثوا مصاري وماشي الحال. يعني نحن مش شعب على المعاش وعلى التقاعد وعلى الاتكال بهذا الشكل. فبتصور هون، وهون كمان عنصر الشباب، قدرة الشباب اللي هي كائنة في شبوبية نفسها، مفروض تعمل انتفاضة ترفض. لبنان صار بلد متكل حتى تمشي الإدارات على المساعدات الخارجية. معقول هالشيء؟ معقول هالشيء لهالدرجة لهالشكل؟ كأنه نحن جمهورية بالصحراء، جنوب بإفريقيا جنوب الصحراء. يعني شيء ما طبيعي. أنا عشت فترة بشبابي وقت ما كنت بالقطاع العام، ما في كان في شوية اتكال على خبراء فرنسيين، وكان كنا عم نتزمر منها، بس ما كان فيها الاتقاء. الدولة ما كانت مديونة. يعني بدنا نطلع من هالوضع اللي نحن اقتصاد اتكالي على موارد تجي كلها من الخارج. طيب سيدي، يعني هيدي بتخلينا كمان بتزيد على عدم اليقين وعلى الخوف السياسي، بيزيد في خوف اقتصادي ومالي دفين. كلنا مبسوطين بالنظام المالي والمصرفي، بس طيب اذا لعبوا فوتبول فينا شو بيصير بالنظام؟ شو بيصير بالنظام؟ بدنا اقتصاد متنوع، بدنا اقتصاد كل الميزات التفاضلية بهالترب الخصب الموجودة بلبنان. مش معقول انه ما نستغلها. كان مفروض اليوم لبنان هو يصدر أكثر من مليار، مليارين، ثلاث مليارات دولار مواد غذائية، حتى مواد ميكروبيوتيك، يعني لأنه مطلوبة بالسوق. مش إنه صرنا عم نستورد من المملكة السعودية مواد غذائية اللي هي صحراء. في شيء مش ضابط. فبده يندق ناقوس الخطر، إنه حتى سياسيا بدنا نقدر نوقف على إجرينا. بدنا اقتصاد متكامل. ما ممكن نضل نعتمد على ثلاث قطاعات اللي ذكرته. مش معقول. وبدنا نشيل هالوهم انه بجوارنا مش اسرائيل ولا سوريا، بجوارنا فرنسا وايطاليا وفينا نعمل مونتي كارلو. وهو المونتي كارلو معمول، الاحياء الراقيه من بيروت. طيب اوكي، نعمل المونتي كارلو. هلا خلونا نبلش نشتغل، نستفيد من الميزات التفاضليه تبعت لبنان، نعمل ضغط على الجامعات اللبنانيه، اداره الجامعات، انه تهتم اكثر مع القطاع الخاص، مع مؤسسات ارباب العمل، انه كيف فينا نزيد عدد الشبيبه اللبنانيه ذات المستوى الكفاءات العالي يضلوا ببلدهم، ما يضطروا يهاجروا لبرا. هيدي في مسؤوليه للجامعات، لغرفة التجارة والصناعة، لجمعية الصناعيين. بدهم يقعدوا كلهم سوا ويشوفوا طريقة. اليوم شو التنافس بين الجامعات؟ مين الجامعة اللي بتهيئ أكثر طلابها إنه يهاجروا ويضربوا النجاح بالخارج؟ مش إنه التنافس إنه مين بيخلي أكثر عدد من المتخرجين بالبلد بفرص عمل مرموقة تعطي إنتاجية للبلد. فهون في نوع من الانقلاب بالتفكير اللي بده ينعمل، وبده مع القطاع التربوي، مع القطاع الخاص، مع كل الشركات اللبنانية الخاصة. لازم ينحكى، لازم يكون في حوار. الدول اللي نجحت اللي عملت شراكة قطاع عام قطاع خاص، كانت الشراكة مبنية، مثل ما تفضل كمان النائب سعادة النائب، على أهداف وطنية باكتساب العلم والتكنولوجيا وتوطين العلم والتكنولوجيا. مش أنه بنكتسب بالجامعات علم وتكنولوجيا وبعدين هالكفاءات اللي دربناها هون بنصدرها لبرا. وحتى إذا رجعت لمنطق اقتصادي ومادي ضيق، طيب الأهل بلبنان قديش بتكلفوا حتى أولادهم يوصلوا لأعلى مراتب العلم والكفاءة، وبيبعتوهم لهارفارد ولا MIT ولا كامبريدج ولا ما بعرف وين. بعدين شو بيرجعنا؟ بيرجعنا فتات. بيكون المجتمع اللبناني اتحمل كلفة تكوين الرأسمال البشري، بعدين بنصدر هالرأسمال البشري كأنه نفط، وبيجينا
الفتات لهون، والبلد المضيف بيكون استفاد من انه المجتمع اللبناني هو يتحمل تكاليف تربية الكفاءات اللي راحت للخارج. فهون في فقدان المنطق الاقتصادي اللي هو بلبنان، بدنا نعمل جهود كثير كبيرة تنقلب، نرجع العقل الاقتصادي يشتغل بالطريقة الصحيحة، ومش بس بالطريقة اعتيادية وبعقلية الربح السريع وبعقلية الأنانية اللي هي جزء من أزمة الأخلاق. شكرا. اسمح لي بدي ضيف ثلاث نقاط سريعة على اللي قاله مع الوزير. بالواقع يعني عملية تحديد الهوية الاقتصادية للبنان اليوم عم نرجع نشوف انه حتى الصراع السياسي او التنافس السياسي يلي كان بالماضي وشفناه بمداخلة مع الوزير قرم مبني على او بجزء منه مبني على رؤية سياسية اقتصادية اجتماعية، ما بعضها كان ليبرالي والبعض الاخر يعني ميشيل شيحة او اذا بدنا نعمل كاريكاتير ليبرالي او ينطلق من الاقتصاد الحر، وبعضها ينطلق من دور فاعل للدولة اللي هي الرؤية الشهبية. اليوم لسوء الحظ نحن عم نعيش حالة من عدم وجود عند التيارات السياسية او حتى بجزء الانقسام السياسي هالرؤية الاقتصادية او رؤية الى هوية اقتصادية ما. ومنشوف الحكومات انه يعني يجتمع في هذه الحكومات تيارات سياسية تختلف كليا.